التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء اسرائيل نفتالي بنت بمدينه شرم الشيخ. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء تناول التباحث بشان تداعيات التطورات العالميه، خاصه ما يتعلق بالطاقه واستقرار الاسواق والامن الغذائي، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه اخر مستجدات عدد من القضايا الدوليه والاقليميه. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأولوية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة ستكون لتوفير برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق. وأشار مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى أن الأولوية حاليا هي متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق. كما طالب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع الغذائية المختلفة والمقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لفترة أطول، وذلك دعما للشرائح المختلفة ولحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل. هذا وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته. وأوضح مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة العامة الجديد يستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها أن تحفز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، لافتا إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5% وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض للعجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%. استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ووافق المجلس على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء. هذا وقد شهدت الجلسة الموافقة على عدد من القرارات. في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليكون تنفيذها اعتبارا من أول إبريل 2022 بدلا من أول يوليو 2022.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول إبريل المقبل، وذلك عما كان مقررا له من قبل، بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 8%، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على إدراك الحكومة لتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة حاليا هي العمل على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وشهد الاجتماع استعراض الموقف العام للمشروعات، حيث تمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك نظرا للظروف الحالية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن هناك عروضا متعددة من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بحضور وزيري الكهرباء والتخطيط وعدد من المسؤولين. وطالب مدبولي بسرعة دراسة هذه العروض وإعداد مذكرات تفاهم لتوقيعها مع الشركات الجادة والجاهزة لتحقيق هدف أن تكون مصر مركزا لهذه المشروعات النظيفة التي تواجه متطلبات المستقبل. نظمت القوات المسلحة فعاليات المنتدى المصري البريطاني لمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار حرصها على دعم أواصر التعاون ونقل الخبرات مع الدول الصديقة. وخلال فعاليات المنتدى أكد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء أركان حرب خالد مجاور أهمية نقل وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال مكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن نجاح التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب اعتمد على أسس علمية لمواجهة كافة أسباب الظاهرة. من جهته أشاد كبير مستشار رئيس هيئة الأركان البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبثون، أشاد بعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية البريطانية، مؤكدا أهمية التعاون في هذا المجال لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة. وتضمنت فعاليات المنتدى عددا من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية شملت تهديدات وتحديات ظاهرة الإرهاب عبر التاريخ والأبعاد السيكولوجية والاجتماعية للإرهاب والأمن السيبراني، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء من الجانبين. حضر فعاليات المنتدى عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات من وزارة الداخلية وأعضاء من وزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية وبعض رؤساء وأساتذة الجامعات ودارسي أكاديمية نصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان وعدد من شيوخ وعواقل سيناء، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane.
same. We all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبوطات لأكثر من 479 طن مواد غذائية وغير غذائية، وضبط أكثر من 86 طن سلع غذائية من دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكرونة، وذلك في مجال حجب السلع الاستراتيجية. كما تم ضبط أكثر من 45 طن دقيق مدعم وسكر في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط أكثر من 174 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، وضبط 98 طن حديد تسليح و20 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء، بالإضافة لضبط 50 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتمكنت من ضبط 92 قضية في هذا الإطار في الفترة من السابع من هذا الشهر وحتى العشرين من الشهر ذاته. نستعرض أبرز هذه الجهود في هذا التقرير. في ضوء الأحداث العالمية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد المصري، ومحاولات البعض استغلال هذه الأحداث لتحقيق أرباح سريعة غير مشروعة من خلال ارتكاب جرائم اقتصادية تدور بالاقتصاد الوطني ومنها الإتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، فإن أجهزة وزارة الداخلية تتصدى بكل قوة لتلك الجرائم ومرتكبيها. فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديريات الأمن في ضبط 92 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خلال الفترة من السابع من الشهر الجاري حتى العشرين من ذات الشهر بقيمة قرابة 184 مليون جنيه عملات محلية وأجنبية، من بينها ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بلغ حجم تعاملاته 30 مليون جنيه في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وهو ما يدور بالاقتصاد الوطني. وبقنا تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء، وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 20 مليون جنيه. الإدارة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام شقيقه مقيم بإحدى الدول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة وإرسالها له، والذي يقوم بدوره باستبدالها بالعملة المحلية وتسليمها لذويهم مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وبلغ حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندي في هذا النشاط الإجرامي 15 مليون جنيه. وبالدقهلية تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم ما يعادلها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندي بلغ 9 ملايين جنيه. وبالدقهلية أيضا تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه وشقيقه مقيم بالخارج بممارسة نشاط إجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهما في هذا النشاط الإجرامي 12 مليون جنيه. ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط الإجرامي 7 ملايين وخمسمائة ألف جنيه. المذكور يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدال ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. وتتواصل الضربات الأمنية ضد كافة العناصر الإجرامية الضالعة في الجرائم التي تضر بالاقتصاد المصري حفاظاً على ركائز الاقتصاد ودعائمه من تلك الجرائم. أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن الحفاظ على حياة الطلاب المصريين سواء في روسيا أو أوكرانيا له الأولوية القصوى، مشددة على متابعة القيادة السياسية وبصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث جميع البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لهم. جاء ذلك خلال تواصلها عبر تطبيق زوم مع ممثلين عن الطلاب المصريين الموجودين في مختلف المدن الروسية للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة أبنائنا بالخارج والاطمئنان على سلامتهم. واستمعت نبيلة مكرم لمطالب الطلاب خاصة في مسألة التحويلات المالية وسحب النقود عن طريق بطاقات الائتمان، إلى جانب أزمة سداد المصروفات الدراسية أو مصروفات تجديد جوازات السفر، وذلك بسبب الموقف الراهن وتداعيات الأزمة الأوكرانية. قالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم. وأوضحت الوكالة أن الرئيسين ناقشا محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الاتصال جاء بناء على طلب باريس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال. ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف في بيان له أنه تم تدمير 9 دبابات و7 مدرعات أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية، وأضاف أن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، بالإضافة إلى نظام صاروخي مضاد للطائرات، مشيرا إلى مواصلة تقدم القوات الروسية في مدينة دونباس. قال الكرملين إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية في ماريوبول هو القضاء على الوحدات القومية الأوكرانية. أضاف الكرملين أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلا إذا كان وجودها مهددا، وأوضح الناطق باسم الكرملين أن روسيا لا تنوي احتلال أوكرانيا، ومشيرا أيضا في نفس الوقت إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد بالتسبب في مجاعات في دول أخرى، مطالبا بمزيد من المساعدات لصد هذا الهجوم. وخلال كلمة له أمام البرلمان الإيطالي عبر الفيديو كونفرنس، أضاف زيلينسكي أن شعبه متشبث بالنجاة في حين يدمر الجيش الروسي المدن الأوكرانية ويقتل المدنيين، مشيرا إلى أن عواقب الحرب يشعر بها الناس بالفعل في مختلف أرجاء العالم. بدورها قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إرينا فيريشوك إن ما لا يقل عن 100,000 مدني يريدون الفرار من ماريوبول في جنوب أوكرانيا، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم وجود ممرات آمنة خارج المدينة الساحلية المحاصرة. وأضافت أن قصف القوات الروسية قد منع أيضا عمال الإنقاذ من الوصول إلى موقع مسرح تعرض للقصف في ماريوبول. وفي اليوم 27 للنزاع في أوكرانيا، أعلنت السلطات المحلية دعا محافظ البنك المركزي الأوكراني جميع البنوك الدولية إلى تعليق عمل فروعها في روسيا، وذلك لزيادة الضغوط المالية على الكرملين بسبب الهجوم على أوكرانيا. وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني في بيان إنه من المهم زيادة الضغط على روسيا لإضعاف موقفها. التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. المجلس الرئاسي الليبي يؤكد حياديته وتعامله مع كافة الأطراف السياسية. أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حيادية المجلس وتعامله مع كافة الأطراف السياسية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، مشيرا إلى أن المجلس يمثل كافة الأقاليم ويمثل وحدة التراب الليبي. جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع ممثلي بلديات وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وأسر القتلى والجرحى بالمنطقة الغربية لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. ضمن نحو 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، يوفر مجمع ألماظة الاستهلاكي كافة الاحتياجات اليومية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. ما بين الزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية، يجد المواطن احتياجاته اليومية بداخل مجمع ألماظة الاستهلاكي الذي يوفر كافة المنتجات كغيره من 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات رئاسية. عندنا قسم الخضر والفاكهة يوميا بيتم تسويقه حسب لجنة متخصصة بأقل أسعار كتير عن السوق الخارجي. عندنا اليميش رمضان بقى
احنا محضرين يوم 5 شعبان يعني خلاص الناس خدت والحمد لله باسعار تتفاوت يعني اقل من السوق الخارجي من 20 ل 25% كافه انواع من اول البلح والزبيب والتمر كله موجود الحمد لله. كل حاجه متوفره الصراحه، الزيوت والسكر والزيت وكل حاجه، واللحوم برضو رخيصة جدا عن بره. يعني أنا عن نفسي بشتري لحوم هنا يعني نص بالنص، بره بمية وسبعين ومية وتمانين، أنا بشتريه النهاردة بخمسة وتسعين جنيه، واللي أنا عاوزه برضو يعني لو يقول لي هاتلي موزة هاتلي قطع بيعملها يعني. فاللحوم والدواجن تحظى برضاء المواطنين حيث تتميز بجودتها وتقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، فضلا عن السلع الرمضانية التي يخصص لها جزء داخل المجمع. احنا عندنا السلع الاستراتيجية كلها متوفرة وكله تمام، وعندنا أسعار السكر ب10.5، وعندنا الدواجن المجمدة البرازيلي الكيلو ب48، عندنا اللحم السوداني طازج كندوز الكيلو ب95 جنيه، وبتوفر لحمة مجمدة عندنا الكيلو ب80 جنيه، وعندنا لحم بتلو ب75 جنيه، ومتوفرة جميع السلع الاستراتيجية. بالنسبة لتفاوت الأسعار ده شيء مختلف هنا تماما، يعني من 95 بره 180 الفرق يعتبر الضعف، واخد بال حضرتك؟ لكن كان نوعية لحمة أنا ما دقتش لحمة من اللي بره زي ما بدوق ناخد اللحمة من هنا ببقى مبسوط بيها فعلا بأمان ربنا يعني. زيادة تصل إلى 50% في معدلات الضخ اليومية للسلع بكافة أنواعها لتكفي احتياجات المواطنين هذه الأيام. اختتمت أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية في مصر والتي أطلقتها مؤسسة شباب القادة، وشهدت المسابقة منافسات بين الفرق المتقدمة بمشاركة 100 نشاط طلابي على مستوى الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. على مدار يومين أقامت مؤسسة شباب القادة أول وأكبر مسابقة للأنشطة الطلابية، والتي تأتي انطلاقا من الاهتمام بتمكين الشباب للانخراط بشكل إيجابي في المجتمع من خلال أحدث أدوات التقييم والتطوير الوطنية والدولية. من اسكندرية لأسوان جمعنا كل الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات بيتسابقوا في قطاع مهم جدا هو قطاع التصنيع والإنتاج، في قطاع آخر مهم جدا هو قطاع البيئي اللي العالم كله دلوقتي بيتكلم عليه، دلوقتي عندنا كمان في قطاع اسمه نماذج المحاكاه، فعندنا شباب بتتكلم عن نماذج محاكاه الحكومه المصريه، بتتكلم عن نماذج مجلس النواب والشيوخ والمحليات، وكمان عن ملف مهم جدا هو ملف حقوق الانسان، فلما يبقى شبابنا عارف احنا حقوقنا ايه ويبقى بره يبقى عارف ان المجهودات المحترمه اللي الشباب بتعملها داخل الجامعات في ملف حقوق الانسان هو ديت الغرض الرئيسي من المسابقه. ال 500 نشاط طلابي دول على في مدى الشهور اللي فاتوا مروا بفلتريشن بروسس طويله شويه عشان يوصلوا ل 100 نشاط طلابي النهارده موجودين بيتنافسوا مع بعض على المراكز الاولى، عندنا 6 مجالات مختلفه الانشطه بتتنافس فيها عشان يقدروا يكسبوا الجوائز الماديه والتدريبات على مدار السنه. القياده هي مش بس اشخاص، هي اشخاص وكاركترستكس وصفات موجوده في الاشخاص وصفات موجوده في البيزنس او العمل اللي هم بيعملوه، سواء العمل ده عمل باجر او عمل تطوعي. انا برضو بحب أثني على العمل التطوعي، إن العمل التطوعي في أحيان كتيرة بيكون مسؤوليته أكبر من المسؤولية بتاعة العمل العادي اللي احنا بنشتغله فيه شركتنا. المسابقة شهدت منافسة قوية بين الفرق المتقدمة بمشاركة 100 نشاطا طلابيا على مستوى الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في 6 مجالات رئيسية تتمثل في التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب نماذج المحاكاة والتصنيع والإنتاج ومجال البيئة. YLF من أكبر التجمعات الطلابية واللي فعلا بيساعد الطلاب بطريقة مختلفة وجديدة، فعشان كده احنا شاركنا فيها. احنا الكلاب بتاعنا ليه رسالة ان هو يساعد الناس اللي ليهم افكار من ناحية ان هم يعملوا مشاريع وستارت ابس ليهم، ان احنا بنساعدهم عن طريق اول بروجرام لينا اللي هو ستيب 1. احنا تيم هدفه ان احنا ريفايف الاندستري عندنا في مصر، ان احنا يعني ننمي صناعة السيارات عندنا في مصر، لان الصناعة عندنا في مصر مش احسن حاجة، فبنحاول ان احنا نحسن الموضوع ده ونزود صناعة السيارات عندنا في مصر ونعرف الناس بيها. احنا البروجكت بتاعنا السنة دي هيكون ان احنا بنعمل زي روبوت او حاجه بتحاول ان هي تحصد المحاصيل باقل تكلفه، وبرده بتحاول تحسن الجوده بتاعه الاستصلاح الزراعي في نفس الوقت. ياتي تنظيم هذه المسابقه انطلاقا من الايمان بقدره الشباب على التفكير الابداعي وتخطيط وتنفيذ المشروعات الخدميه في المجالات المختلفه، وهو ما يعد هدفا اساسيا لمؤسسه شباب القاده. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.
شهدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم إطلاق مبادرة لتأهيل الكوادر الفنية بناء الإنسان نحو مستقبل الصناعة الوطنية، وذلك خلال فعاليات افتتاح أكاديمية ويلبوند الدولية للتدريب. وأكدت وزيرة الهجرة في كلمتها أن من أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 هي الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن المثال على ذلك هو ما نشهده اليوم بإطلاق أكاديمية ويلبوند لتدريب العمالة المصرية حرفياً، مشيرة إلى أن التدريب سيشمل تأهيل الشباب على أخلاقيات العمل وآدابه ليخرج الشباب مؤهلا سواء للعمل في مصر أو بالخارج. عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اجتماعا افتراضيا مع نائبي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرويس فايولي وجيلز ويمنا، وذلك لبحث التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر المكثفة لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27. شهد هذا الاجتماع بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية والتعاون COP27 مع البنك في هذا الصدد، لا سيما في ظل لإعلان خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي 2021-2025. شهدت غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي حياة كريمة ثالث لقاءات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بحضور كافة أعضائه. ناقش الاجتماع تفاصيل التنسيق الفعال لتوزيع جهود المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في التحالف، وذلك لوضع قاعدة بيانات موحدة يعمل من خلالها التحالف، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه العمل الأهلي لتحقيق أهدافه التنموية في أكثر من قطاع، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية. وفي هذا الشأن تم استعراض الخطوات الأولى لتوزيع المواد الغذائية للفئات المستحقة خلال شهر رمضان، وتنسيق توزيعها بالمحافظات وفقا لأنشطتها ولأنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة بالتحالف، بجانب أوجه التعاون لتنفيذ عدد من التدخلات في مجال الصحة. نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية بقرية وادي الملاك بمركز ومدينة التل الكبير، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. واستهدفت القافلة في يومها الأول 501 مواطن، حيث تم الكشف عليهم في 12 تخصصا متنوعا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري والتوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين عددا من المشروعات الخدمية بقرى مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتشمل المشروعات مدارس ونقطة إسعاف ووحدة صحية ومجمعات خدمية وتوسعات في محطة الشرب ومركز شباب وموقع إقامة عمارات سكنية ضمن سكن كريم. كما تفقد المحافظ مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية بقرية الجزيرة الخضراء ومدرسة السيد البدوي للتعليم الأساسي ومشروع إنشاء نقطة إسعاف السيد البدوي ومشروع إنشاء المجتمع الخدمي بالجزيرة الخضراء والأعمال الجارية بمركز تنمية الأسرة والطفولة بالجزيرة الخضراء. مركز مطوبس عندنا بيشمل 10% من السكان، 10% من مسطحات الأرض، بيشهد تغيير نوعي في كل الخدمات سواء المرافق، مية وصرف وصحة وتعليم، سواء إحلال كامل أو إنشاء جديد أو إحلال جزئي، نقط إسعاف، وحدات صحية، مدارس بمختلف أنواعها، كل أجهزة الدولة متشاركة في إن هي تنهي في المواعيد المحددة، ولن يعقنا زي ما سمعت النهاردة إن احنا داخلين على شهر رمضان المبارك، لا العمل مستمر. وصلنا إلى هذه الوقفة الاقتصادية في نشاط التاسعة. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين وشكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة، نتابع فيها.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بشأن تخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيه، وأكد المركز الإعلامي انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة من الدعم، وهي 50 جنيه شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية دون أي اقتطاع أو انتقاص، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية والتي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدا المواطنين بالتقدم بشكوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني وبشكل كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة. انطلق بالعاصمة السعودية الرياض الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي والمعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة 17 للجنة المصرية السعودية بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين. وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن الفاعليات بدأت بعقد اجتماعات لفريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي. قلصت مؤشرات البورصة المصرية من أرباحها بختام التعاملات، وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات بقيمة 7 مليارات و300 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 747.1 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 1.32%، ليغلق عند مستوى 11663 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بما نسبته 63%، ليغلق عند مستوى 1991 نقطة. الارتفاعات امتدت إلى مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 42%، ليغلق عند مستوى 3009 نقاط. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.45 جنيها للشراء و 18.54 جنيها للبيع، وذلك في حين سجل اليورو ما قيمته 20.34 جنيها للشراء و 20.45 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 24.41 جنيها للشراء و 24.55 جنيها للبيع. أما بالنسبة مشاهدي الكرام للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات وقرشان للشراء و5 جنيهات و5 قروش للبيع، وسجل الريال السعودي 4 جنيهات و91 قرشا للشراء و4 جنيهات و94 قرشا للبيع. من العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث استقرت أسعار الذهب العالمية ليصل في المعاملات الفورية عند مستوى 1936 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 900 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1050 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1200 جنيه، وبناء عليه وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 8400 جنيه. في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 114 دولارا للبرميل، لتتخلى بذلك عن جزء من مكاسبها السابقة مع انقسام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على النفط الروسي، لكن مخاطر نقص المعروض مستمرة والتي حدت من تراجع الأسعار، وأغلقت عقود برنت منخفضة ب 14 سنتا للبرميل أو بما نسبته 12%، لتصل إلى 115 دولار و48 سنتا للبرميل الواحد. سجلت العقود الأجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 111 دولار و76 سنتا للبرميل أو بما يعادل 32%
6% منخفضة ب 36 سنتا عن مثيلتها. أنهى تساقط الأسهم الرئيسية في الخليج من معاملاتها على ارتفاع حاذية حذو الأسواق العالمية، إذ أغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا ب 4%، كما ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي 7% بعدما أغلق على انخفاض في الجلستين السابقتين. في المقابل انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي بنسبة 0.3%. توقعت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي في مايو ويونيو القادمين. ورجح اقتصاديو جولدمان ساكس، وهي إحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، رجحوا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة المتبقية في النصف الثاني من العام الجاري، ورفعها بنفس النسبة لثلاثة مرات بشكل ربع سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيغور العالمية لتجارة السلع أن سوق النفط خسرت بالفعل 2.5 مليون برميل من النفط الروسي. وأضاف رئيس المؤسسة أن شحاً في المعروض في سوق الديزل سيكون من الصعب على أمريكا اللاتينية وإفريقيا بشكل خاص أن تتحمله. أعلنت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية أنها قررت وقف جميع مشترياتها من النفط أو من المنتجات النفطية الروسية في موعد أقصى نهاية العام الجاري 2022. وأوضحت الشركة، والتي تعرضت لانتقادات لعدم مغادرتها روسيا، أعلنت أنها بصدد اتخاذ إجراءات إضافية في مواجهة العملية العسكرية الروسية الأوكرانية. أعلنت وزارة المالية الروسية سداد ديون عن سندات مالية دولية تجاوزت قيمته 65 مليون دولار رغم العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على موسكو. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تؤكد إيفاء روسيا بالتزاماتها الدولية بشكل كامل، مشيرة إلى أن استحقاق هذه السندات من المفترض أن يسدد في عام 2029. كانت وزارة المالية الروسية قد أكدت أن موسكو ستفي بشكل كامل بجميع الالتزامات في الميزانية الروسية لهذا العام 2022. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه الجولة الاقتصادية، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى في نشرة التاسعة مع يوسف عبدين وريهام الدين. شكرا مصطفى. تشهد مصر انخفاضا في درجات الحرارة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن انخفاض درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، من الهيئة العامة للأرصاد الجوية نتابع آخر مستجدات حالة الطقس مع استمرار انخفاض درجات الحرارة منذ بداية هذا الأسبوع وحتى نهايته. ولمعرفة متى تنكسر هذه الموجة يكون معي في هذه الفقرة دكتورة منار غانم، وهي عضو المركز الإعلامي بالهيئة. أنا برحب بسيادتك فندم في البداية على شاشة التلفزيون المصري، يعني متى تنكسر هذه الموجة في ظل تحذيرات من قبل للهيئة بعدم تخفيف الملابس مع بداية هذه الأيام من فصل الربيع؟ أهلا طبعا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. احنا بالفعل بنشهد انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ، يمكن احنا أقل من المعدلات الطبيعية لها بحوالي 7 لـ 8 درجات. طبعا انخفاضات درجات الحرارة دي بدأت معنا من بداية هذا الأسبوع ومستمرة معنا إلى الجمعة القادمة نهايات هذا الأسبوع. الطقس بيكون خلال فترة النهار بارد، خلال فترات الليل بيكون شديد البرودة، يمكن كمان بنشعر بقارس البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. بالإضافة إن احنا كمان غدا هنشهد نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، سرعات الرياح هتكون ما بين الـ40 والـ50 كيلومتر في الساعة، فده طبعا هيزود إحساسنا أكتر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس. دايما نشاط الرياح بيخلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل كمان من اللي احنا دايما بنقولها، بالإضافة إلى كمان إن احنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، معها طبعا فرص لسقوط الأمطار. كميات الأمطار بتبقى متوسطة على سواحلنا الشمالية، كل المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه
الوجه البحري. كل ما تقدمنا للداخل كل ما فرص وكميات الأمطار كانت أقل، يعني احنا معرضين لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، محافظات جنوب الوجه البحري، مدن القناة. الموجة دي والأمطار دي هتستمر معانا لنهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، واعتبارا من يوم السبت القادم هتبدأ درجات الحرارة ترتفع تدريجيا بحوالي من درجتين لثلاث درجات. يعني احنا متوقع السبت القادم العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، ومع تقدم الأيام هتبدأ ترتفع كمان وتوصل ل 23 درجة مئوية. نرجع تاني للأجواء الربيعية الدافئة خلال فترة النهار. التحذير هيكون فقط من فترات الليل، لأن فترات الليل هتظل الكتل الهوائية شديدة البرودة، فدايما التحذير من تخفيف الملابس أو تغيير نوعية الملابس في الفترة دي إلى أن تستقر درجات الحرارة نحو الارتفاع بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. يعني مشاهدينا الكرام، لذا ننصحكم بعدم تخفيف الملابس في الأيام المقبلة لتجنب حدوث أي مشاكل لكم، والعودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. احتفلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية باليوم العالمي للأرصاد تحت شعار الإنذار المبكر والعمل المبكر، وذلك برعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث يوافق 23 من مارس من كل عام. يأتي الاحتفال في إطار ظواهر الطقس والمناخ والماء التي أصبحت أكثر تواتراً في أنحاء كثيرة من العالم بسبب تغير المناخ، وبات عدد الأشخاص المعرضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة أكبر من أي وقت مضى. هي مناسبة بنحتفل بها مع زمايلنا، أنا حرصت على التواجد في وسط زمايلي من هيئة الأرصاد بحكم عملي كطيار، ان انا اعلم قد ايه قيمه هيئه الارصاد وقيمه الارصاد في المجتمع، فلابد ان انا اشاركهم اليوم في احتفالهم. ولان انا زي ما قلت لحضرتك نعلم قد ايه الناس دي يعني او القطاع دوت من الوزاره عليه لود قد ايه، فلازم نكون في مشاركه. النهارده هو اليوم العالمي للارصاد الجوي، بيحتفل بيه على كل مرافق الارصاد في كل دول العالم. دايما منظمه بتنزل له تايتل او عنوان، العنوان بتاع السنه دي اللي هو الانذار المبكر والعمل المبكر، نتيجه طبعا التغيرات المناخيه اللي بتمر بالعالم كله من ضمنها مصر والتاثيرات اللي احنا بنشوفها، سواء درجات الحراره طبعا اللي بتلاقيها يعني غير معتاده او الامطار الغير معتاده او كل الظواهر الجويه اللي بقت تعتبر ظواهر طقس حاد. اعلن محافظ الاسكندريه محمد الشريف تعطيل الدراسه غدا الاربعاء بجميع المدارس الحكوميه والخاصه والمعاهد الازهريه بنطاق المحافظه، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية. يأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفي إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين. والآن إلى آخر أخبار الرياضة نتابعها مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. من جديد شكرا ريهام وشكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا وجولتنا الثانية، نستعرض فيها مع حضراتكم كرة الملاعب محليا وعالميا. أدى المنتخب الوطني تدريباته اليوم على ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمباراتي السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. يواجه منتخب الفراعنة نظيره السنغالي في مباراة الذهاب يوم الجمعة القادمة باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة العودة يوم 29 من مارس الجاري بالسنغال. كشفت الفحوص الفنية عن إصابة المدير الفني للمنتخب الهولندي لويس فان جال بفيروس كورونا، وذلك قبل المباراتين الوديتين أمام الدنمارك وألمانيا، وبدأ فان جال الخضوع للعزل الصحي فور ظهور نتائج إيجابية للفحوص، وقد سيتولى مساعده المهام الفنية حتى يتمكن المدير الفني من الاختلاط باللاعبين بشكل كبير. كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تفاصيل مباراة منتخبي إيطاليا والأرجنتين، وقال اليويفا إن المباراة ستقام في الأول من يونيو القادم على ملعب ويمبلي في لندن بحضور 86 ألف متفرج. كان اليويفا ونظيره في أمريكا الجنوبية قد أعلن في وقت سابق عن خطتهما لإقامة مباراة بين منتخب إيطاليا بصفته بطل يورو 2022 ومنتخب الأرجنتين بصفته بطل كوبا أمريكا 2021 وتحمل اسم فينا السيما.
أسفرت منافسات تصفيات السيدات لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث عن تأهل 5 لاعبات مصريات للدور قبل النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 حتى 27 من مارس الجاري، واستطاعت كل من أميرة قنديل وزينة عامر وملك إسماعيل وسلمى عبد المقصود وهايدي عادل التأهل إلى الدور نصف النهائي الذي يضم أفضل 15 لاعبة من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 6 لاعبات في الترتيب العام. انطلق بمدينة الغردقة مهرجان كرة السرعة 14 والذي تنظمه جامعة جنوب الوادي في الفترة من 22 من مارس وحتى 24، ويمثل هذا المهرجان فرصة لتشجيع الشباب على ممارسة كرة السرعة والتي تعد رياضة مصرية قديمة تساهم في تنشيط العقول وبناء شخصية الطلاب. انتهت هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب محلياً وعالمياً مشاهدين الكرام، نعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع يوسف عبدين وريهام الدين. شكراً لك مصطفى. أعلنت حديقة حيوانات في المملكة المتحدة عن ولادة أحد أندر الغزلان في العالم. الظبي الصغير المسمى ليرا هو غزال فلبيني، وتعد الولادة جزءاً من برنامج تربية الحفاظ على حديقة حيوان تشستر والذي تم إنشاؤه بناء على طلب من الحكومة الفلبينية. والآن نتابع آخر توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. الأخبار الجوية نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى ميدار. شكرا مصطفى. يوسف من جديد وشكرا ريهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم درجات الحرارة والأخبار المتعلقة بأحوال الطقس غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري نهارا، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط بعض الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على بعض المناطق من السواحل الشرقية والتي قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون ذلك على فترات متقطعة. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 8، يتسم الجو بالبرودة. في الأسكندرية 15-11 أيضا يتسم بالبرودة، في مطروح 14-9 يكون الجو بارد، في بورسعيد 16-10 يتسم أيضا بالبرودة، في الإسماعيلية 18-8 يتسم أيضا بالبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 17 والصغرى 9 يتسم أيضا بالبرودة، والعريش 16-9 يتسم أيضا بالبرودة، في طابة 17-12 يكون الجو بارد، في شرم الشيخ 22-13 هنا الجو يميل إلى الاعتدال، في الغردقة 22-14 يتسم أيضا بالاعتدال. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 والصغرى 11 يتسم بالاعتدال، في أسوان 23-12 يكون الجو معتدل، في الوادي الجديد 22-9 معتدل، في شلاتين 25-13 يكون الجو أيضا معتدل، وأخيرا في حلايب 22-14 يكون الجو فيها أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن مشاهدينا الكرام، بعد استعراضنا لمحطاتنا الثلاثة والأخيرة، نترككم الآن مع أبرز وأهم لقطة لليوم. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء إسرائيل بشرم الشيخ استقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، الموافقة على زيادة الحد الأدنى للعلاوات. البنك المركزي الأوكراني يطلب من البنوك الدولية تعليق جميع أعمالها في روسيا. انتهت نشرة التاسعة، ولكن موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا ريهام؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ طبعا عندك موضوعات كتيرة جدا. ربنا يوفقك النهاردة ان شاء الله. يا رب جميعا. اشكركم جدا واستأذنكم نبدأ فقراتنا.